واحد بيقول انا طالب ادرس في العام الاخير من المرحلة الجامعية ومرتبط بفتاة عاطفيا، واشعر دائما انني لا استطيع التخلي عنها، وهي ايضا ترتبط بي عاطفيا، ولكن الظروف غير مؤهلة، فماذا افعل؟ لقد تملكني اليأس. طبعا انت طالب في السنة النهائية عشان ترتبط بيها كزوجة، لابد ان يكون عندك وظيفة وعندك شقة وعفش وشبكة وحاجات زي كده. فاذا كان ارتباطكم ببعض شديد جدا، انتظروا بعض لغاية لما تتخرج وتتوظف، وهي تتخرج وتتوظف وتساعدوا بعض.